السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. خطومة شقية، خطومة وحشتيني، وحشتيني أوي أوي أوي. أنت اللي وحشتيني أوي يا منصور. إيه ده يا بنت؟ ألوصت كده ليه؟ ألوصت كده ليه؟ تعالي نهار، تعالي خطومة، تعالي نهار، تعالي نهار، هوبا. لا هتبوس بقى. لا 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 يا سلام يا اخويا، يعني ايه ما تبوسنيش؟ هتبوس ابو علي. لا انا بس اللي ابوسك كده. طب ايه مشيتك؟ هتبوس بقى. وحشتني. ايه ده؟ وحشتني. وانت كمان وحشتني. وحشتني قوي قوي. وانت كمان وحشتني قوي. وحشتني. بس بقى بس بقى بس بس انت وحشتني. كفايه بقى كفايه بقى كفايه كفايه. ليه كده؟ ليه؟ 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 منصور انت بتضربني ليه؟ بتضربني ليه؟ منصور انت بتضرب نفسك؟ عضلة منصور عضلة شادة في بطني. استنى استنى. اي مجهود جامد بتعمل كده؟ من امتى؟ من شهر كده. يا بطني. متأسف يا فاطمة، ما خدتيش بالك وانا عمال اقولك كفاية كفاية. كانت بتشد عليا وبتوجعني وانت برضو مش حاسة. غصب عني ما حسيتش بنفسي. معلش يا منصور ولا يهمك. اعمل لك شاي؟ يا ريت. كنت هتوديني في داهية. الله يخرب بيتك. الحمد لله الإشارة دي طمنتني على عز الدين. ده عدى مرحلة كبيرة. أنا كان كل اللي يهمني إني أعدي من أبو جودة. يا ريت يا فندم تقول لي وجهة نظر سيادتك في كشف سحر. سحر دي كانت عبارة عن كرت بعز بيه موقف عز الدين قدام أبو جودة عشان ما يشكش في إخلاصه. وأنا كل اللي يهمني إن أبو جودة ما يشكش في عز الدين. منصور شيخ مساعد والد. ابوي والد وحشتني يا ابوي. والله لك شوق يا منصور. اشتقت لابنك فتي يا ابوي. يعني عارف انك اكبر من اكل. مفاجأة حلوة مش كده يا ابوي؟ يا شيخ مساعد مالك عجزت كده ليه؟ خلاص يا ولدي بقيت اختيار. يلا حسن الختام. يا راجل ما تقولش كده اوعى تصدق. احنا بنضحك. ده انت لسه في عز الشباب. ده احنا عايزين نشوف العروسه بقى. الله يسامحك. ليه لا؟ عشان اخ صغير كده نلعب بيه ونفرح بيه. كفاياك تهريج واحكي لي ايش سويت في الامتحانات. ايش سويت في الامتحانات؟ طب دقيقه واحده بس اجيب لك حاجه واجي. مالك يا ابوي؟ ما في شيء. لا في منصور متغير شوي. متغير ازاي؟ اوعى بيت اوعى بيت. هديتك يابا شال من سيدنا الحسين. شيء الله يا حسين. تسلم يدك. احكي لي ايش اخبار الدراسه؟ عملتها مثل كل عام. سقط بالعين فيك بقى يا شيخ مساعد. نجعت. هتقدري؟ ومن امتى ما بقدرش؟ اذا ما جاش لازم تتصرفي. المعلومات اللي عنده دي لازم تكون عندي قبل ما اقابله بكره. حاضر. هلو وازا باي. عايز مفتاح اوضتي لو سمحتي. منصور
مش معقول. وحشتيني يا بنت، وحشتيني، وحشتيني. رابين، قال لي اختي عايزه ده رابين، معلش يعني، ها؟ ما تضايقش انت. منصور، تعالى نتكلم على البحر شويه. يلا. فخزرت يا مرابين. وحشتني، وحشتني قوي قوي يا منصور. عندي كلام كتير عاوز اقوله لك. والله حلويتي يا بت، حلويتي قوي. ايه اخبارك ايه؟ تعبت في العمليه. ايه؟ احكي لي. مش هقدر اتكلم معاك دلوقتي. طمني، شفت ابو غوده؟ ايوه، وهقابله بكره. جايب معاك معلومات مهمه؟ هي مهمه وبس، ده انا هلدع فيها نص ارنب دولارات يا بت. هو في معلومات تساوي نص مليون دولار؟ طبعا، لما يكون معاكي معلومه ذريه. ذريه؟ ذريه ايه؟ هوبا هوبا. لا بقى، لحد هنا وستوب. نفسي اتكلم معاك واحكي لك على حاجه مهمه قوي، بس مفيش وقت. خلاص، اقابلك بعد ما تخلصي شغلي لغايه الصبح. اشوفك بكره. ذرية؟ بسيطة. شالوم يا سحر. رايح وين؟ مش عارف، انما يعني هلف على اصحابي. قول عاوز تاكل ايه؟ عايز اكلك انت. اعملي لي بطة. بطة؟ بطة ايه؟ مش عاجبك؟ سلام. سلام. سلام يا حاج مساعد. مالك يا ابوي؟ استغرب يا فاطمة. ليه؟ منصور ما بيحب البط. يمكن نفسه هفته على البط. أنا حاسس إن منصور اتغير. ليه يا ابوي؟ ما هو بيضحك وبيهزر أهو زي عادته. مثل ما يكون في حاجة مخبيها. يمكن بده يفتحك عن موضوع جوازه من سحر. بنتي يا فاطمة، إياك تجيبي ست البنت هادي على لسانك. ايه؟ هتوديني فين؟ اركب اركب. ماشي يا ابو جوده. هوب. ايه؟ ازيك؟ ايه؟ بقالنا مده في البحر. انا مش مطمن يا ابو جوده. ايه الحكايه بالظبط؟ عيب يا منصور، ده انت حبيبي. شالوم. ايه انت جايبنا اتكلم معانا بخرصه ولا ايه؟ وتي هنا لدبير عيم الامام. احنا بنشكرك على معلومات سام سته. ايه بقى المعلومه الجديده الخطيره اللي عندك؟ انت ما قلت لهمش؟ قلت لهم ايه؟ اني ما بشككش. كلمني انا منصور. النص مليون دولار الاول. نسمع الاول وبعدين نقدر الفلوس. لا كده بقى احنا هنفاصل، معطلكوش. اسمع منصور، احنا هندفع اذا كانت المعلومه تستحق. قول المعلومه اللي عندك. وفي بقى ما تزعلش العقيد. انت شايف كده؟ ايوه. مصر هتعمل القنبلة الذرية. مصراعي الكتاتية نيشا كاتومين. هما بلموا كده ليه؟ لما يمشوا بكام؟ مصراعي الكتاتية بتساعد 300؟ زيها في الشارين.
يتخين شي هو مشكر. احنا علشان نتأكد من المعلومة دي لازم نعرضك على جهاز كشف الكذب. هوبا دي ذبذبات الصدق، اي حاجة غير كده تبقى كذب. من غير حقن حد يشوف الجمال ده كله ما يقولش الحق. أني مخنا. اسمك ايه بالكامل يا منصور؟ منصور مساعد الطوبي. عندك كم سنة؟ 32 سنة وثلاث أشهر وست أيام. قلت إن مصر هتعمل القنبلة الذرية. أيوة قلت. مصدر معلوماتك إيه يا منصور؟ أنا. إزاي؟ وأنا في مكتب كشاف الجمرك صاحبي اللي بدخل المينا على حسه لقيت عنده هوجة، عشان في مركب هتوصل بالليل وفيها حاجات عسكرية وكام ظابط من الرتب التقيلة ومعاهم ثلاثة شكلهم كده زي العلماء. عرفت بعد كده انهم من الطاقة الذرية، من البدج اللي كان متعلق على العربيات بتاعتهم. صاحبي ده كان عليه الوردية، لزقت له. المهم المركب وصلت وربطت على الرصيف.